إلى جميع التلاميذ الأحباء في كل مكان وزمان، الله يعطيكم ألف عافية. درس اليوم: The worst way to learn English. أسوأ طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية. تصوروا أنا عم بعطيكم أسوأ طريقة لتعلم. No, no, no. مش المقصود هيك. المقصود إنه الحقيقة في نصيحة مهمة جدا، هي إنه في ناس كتير خصوصا على الفيسبوك وعلى مواقع السوشيال ميديا الكتيرة، انه في ناس عم يمكن مفكرين حالهم انهم بيعرفوا يعلموا او اساتذه، وعم يدمروا اسلوب التعليم بهالمجتمع اللي احنا عايشين فيه باي دوله كان. مشان هيك انا حبيت لكم انتبهوا. اوكي، كيف يعني؟ يعني هون هيدي جبت عن الفيسبوك صوره عن شخص حاطط هالكلمات هيدي، وعم يقول لهم انه هيك الكلمه تلفظ باللغه الانجليش، هيك تلفظ بالعربي. هلا انا ما حاضطر على الانجليش افرجيكم قديش القصه يعني صعبه وبتضحك، انه الارمل ما حالفظ انا بالانجليش. تصور هلا انت كيف انتم كيف كنتوا تلفظوها هون؟ ويدر ويدر، اوكي، او الارمله ويدو ويدو. طيب، او مطلق دي فورست دي فورست دي فورست. او خاطب هو صار انجاجد. يعني انجاج هو صار بانجاج هلا. انجاجد يا عيني. طيب، منفصل يعني لما بيكونوا انفصلوا الرجل والامرأة عن بعضهم. سبرايتد، هيدا عرفتوا سبرايت؟ هيدي المشربة بتشبه ما بعرف شو. اوكي، سبرايتد يعني سبرتت، خلصت يعني شربتها وخلصت، ما بعرف. اوكي، just for the fun of it. بعدين الاعزب احلى شيء. سنجل، انا انت شو؟ انا سنجل. سنجل لاقول لك شو سنجل؟ شو هيدي؟ هي single. separated engaged divorced widow widower. فرق كبير كبير بقى. بتمنى وشوفوا يعني حرام، شوف في ناس بدك عن جد مين حابط على بدها مين يساعدها. يعني تصور هالبوست هذا حاطين له 149 لايكس، يعني في 149 شاب وصبيه وشخص قروهم ويمكن صدقوا ويمكن اخذوا نوتس. اوكي، وفي 22 كومنتس كمان، والأسوأ من هيك في 13 شيرز، في 13 شخص حطوها عندهم على الوال على الفيسبوك. بقى بليز، هيدي الطريقه الكتابه باللغه العربيه غلط. هلا بتقلي شو الحل؟ بقول لك اوكي، بتاخذ الكلمه بتكتبها على جوجل ترانسليت. عرفتوا كلكم عندكم اياها على التليفون، هالابلكيشن اسمها جوجل ترانسليت، تكتبها وبتقول له في سبيكر صغير تحتها، بتفقص على السبيكر بيلفظ لك اياها صح 100%. اتفقنا؟ اوكي، بتمنى هالفيديو هيك كان فيديو كان توعية مهمة، خصوصا اللي مبتدين يتعلموا اللغة، انه حتى يقولوا عن جد استاذ فارس بنشكرك انه بعدتنا عن هالاسلوب من اول الطريق، احسن ما بعدين تكون انت حفظت الكلمات بطريقة غلط وخلص عاود تصلح بعدين. اوكي، so I thank you for supporting my channel, and if you haven't subscribed please do so. اللي لسه ما عمل سبسكرايب بتمنى يعمل على الشانل عندي لحتى يوصل لك كل فيديو بعمله، تكون انت من الاوائل اللي عم يوصل لك الفيديو، عم يوصل لكم الفيديو. اوكي، so until I make another one, you guys take care of yourselves and I'll be talking to you real soon. اوكي، bye bye for now.